سبحانك يا ربي سبحانك، يا من بسطت الأرض على ماء جمت بإرادتك، ورفعت السماء رغم ثقلها بلا عمد بقوتك، ومن عظمتك وجبروتك سبح الرعد بحمدك والملائكة من خيفتك. سبحانك ربنا أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار، وأنت الذي سجد لك الفلق الدوار، وأنت الذي سجد لك النجم السائر بالليل الثابت بالنهار، كل ذلك لأجلك، فأنت الله الواحد الأحد القهار. أنت القائل يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا انشغلت بها عني، وإن منعتها عنك انشغلت في طلبها عني، فمتى تتفكر في عبادتي وتوحيدي وذكري وعزتي وجلالي وعظمتي وجبروتي؟ إن لم تنعم بذكري في الدنيا لا تنعم برؤيتي في الآخرة. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت عن نفسك أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، أنا أول من يرد المحشر ولا فخر، أنا أول من يدخل الجنة وفي يدي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللهم صلاة وسلاما عليه، صلاة تنجينا بها يا ربنا من جميع الأهوان والآفات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات في الحياة وبعد الممات. أيها السادة الكرام، يقول نبينا العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام، يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة ويقول الله عز وجل له: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فعود طيب مبارك إلى ساحة التلاوة، القرآن الكريم الذي نعيش في رحابه من قارئنا الكريم، قارئ بمصر والعالم الإسلامي، والذي شرف مصر في العديد من المحافل الدولية وأقام العديد من الليالي القرآنية. إنه فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد عيد، قارئ والمقيم بمركز ومدينة شبين القناطر القليومية، الذي نراه قد ارتقى إلى منصة التلاوة، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، أو
هادي كده. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا أنت علام الغيوب. صدق الله العظيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير
وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني بسم الله إذ أيّدتك بروحي
بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ علمتك الكتاب والحكمة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ
فيها فتكون طيرا بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني. وإذ تخرج الموتى بإذني. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر قال تقوا الله
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذ قال الحواريون يا عيسى ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيذا.
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي صدق الله العظيم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فقد علمت تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب
قال سبحان قال سبحان سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق نفسي ولا أعلم ما في نفسك ولا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد أن يعبد الله ربي وربك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ولا ما قلت
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله إنك أنت علام الغيوب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي أن يعبد الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت رقيب علي وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد عليك
معذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله اللهم إنا هذا إقبال ليلك وإنذار نهارك نسألك يا ربنا بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأن تجعل القرآن لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا ومن النار حجبا وستارا تلاوة قرآنية مباركة أيها السادة الكرام عشنا في رهابها من قارئنا الكريم ابن الكرام علما ودوما من الأعلام قارئ بمصر والعالم الإسلامي والذي شرف مصر في العديد من المحافل الدولية وأقام العديد من الليالي القرآنية بالعالم الإسلامي إنه فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد عيد قارئ والمقيم بمركز ومدينة شبين القناطر القليوبية سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة
عبر أسيل إذاعتنا الخارجية والهندسة الصوتية، صاحبها المهندس السيد قاسم، مقيم بمركز ومدينة هيهية الشرقية، كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة، دار المعلم مصطفى أبو حجر، مقيم بالمجازر من القمح الشرقية، تسجيل التلاوة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، مهندس ناصر صلاح، مقيم بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. باسم العائلة الكريمة، عموم عائلات حلاوة الأعلام، أصحاب الأدب والواجب في كل مكان، باسم زوج الراحلة الكريمة الكابتن أشرف عزة حلاوة، وباسم والدها الكريم المهندس سعد عوض، وكل آل عوض الأكرمين الكرام، تقدمون بجزيل الشكر والتقدير والعرفان كل من أتى مشاطرا ومشاركا لهم واجب العزاء، شاكرا كل من أتى من عموم محافظة الشرقية ومن أتى من عموم محافظة القليوبية، شاكرا السادة العمد ومشايخ العمد والسادة النواب وكل من شرف هذا المكان، فلا يعرف الواجب لأهل الواجب إلا زوره، ويكفيكم قول النبي المصطفى: من عز أخاه في مصاب له طوقه الله يوم القيامة بحلية الكرامة. الله أسأل أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحمته، وأن يلهم الأهل جميعا الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.